المشروع كان مهم لأني نحن بحاجة لمكان نقدم فيه إنتاجنا الثقافي. اكتشفنا لاحقاً أنه ما في كتير عدد مكتبات ببرلين، في مكتبات عندها أقسام بس صغيرة للكتب العربية، وبرلين تحديداً صار التجمع لكتير من النشطاء السوريين والكتاب والفنانين والموسيقيين، فحبينا نكون هي المنصة اللي تقدم لهم كل الدعم. كمان نحن فكرنا بموضوع أني نحن موجودين بألمانيا، والأهم بالنسبة لنا أنه نقدم المشهد الثقافي للمجتمع المضيف. فاشتغلنا كثير على موضوع الترجمة، بس بسبب قلة الدعم يعني بالوقت الحالي عم نعاني من هذا الموضوع. بس هدفنا الرئيسي هو كان أني نخلق جسر بين الثقافتين، نترجم كل الأعمال من العربي للألماني، وبنفس الوقت في حال استضفنا كاتب ألماني يوما ما أنه نترجم من الألماني للعربي، فبس نخلق نوع من التبادل الثقافي بين المجتمعين. بعتقد اني الحركة الثقافية ببرلين عم تنتشر كتير. عنا عدد كتير منيح من الكتاب، عنا عدد هائل من الفرق الموسيقية، او يعني عم تنتشر كتير وفي شغل كتير عليها. هلا في ناس كتير عم تلاقي صعوبات، يعني شوي القوانين الموجودة عم تحد من المواضيع، عم تخلق لهم عواقب لحتى يطوروا حالهم أكثر، لكن بالمجمل الحركة ناشطة جدا والناس عم تعمل جهدها لأنها تشتغل. ويعني كمان نحن هدفنا بهذا المشروع هو بهذا المنحى، فإذا كان في ناس عم تواجه صعوبة لأنها تقدم حالها للمشهد الثقافي أو تقدم حالها بالمشهد الثقافي، فنخلق لها هي المنصة.